طبعا مهندس مصطفى فهمي يعني غني عن التعريف. انا تعاملت معاه حوالي 15 سنه داخل الاتحاد الافريقي، دي يمكن نص المسيره بتاعته داخل الاتحاد. اعتقد ان هو واحد من اكثر الناس اللي هم المحترفين في شغلهم، واللي كان ليهم وزن كبير جدا في الرياضه، مش بس في مصر لكن على المستوى الافريقي في الدولي. يمكن هو ابرز شخصيه اداريه، يمكن في يعني واحد من ابرز الشخصيات ان لم يكن ابرزها في تاريخ الكوره والرياضه المصريه بصفه عامه. شخص محترم جدا في الشك، دي اول حاجه لما تتكلم عن مصطفى فهمي فاول حاجه تيجي في بالك هي كلمه ريسبكت، اللي هو الشعار يمكن بتاع الاتحاد الاوروبي لكره القدم. ده اول حاجه ممكن الواحد يفكر فيها يعني. ومن هنا بتبدأ نتكلم عن شخصية البني آدم ده يعني. هو شخصية إدارية ممتازة طبعا، واحد قاد الاتحاد الأفريقي بقدرة كبيرة جدا لا تتوفر يمكن في غير في أشخاص قليلين جدا. عاش ثلاث يعني مراحل أو ثلاث فترات من مراحل الاتحاد الأفريقي، بداية من تسامة الرئيس الإثيوبي، وبعدين اشتغل مع عيس حياته يمكن ابرز واشهر رئيس يمكن جه في الاتحاد الافريقي واطولهم عمرا يعني في الاتحاد. المهندس مصطفى فهمي في ميزه كبيره جدا برضو، دي مهمه جدا في اي شخص، مش شرط ان انت كمدير ان انت تبقى عارف كل حاجه ابدا يعني، مش شرط ان انت، لكن مهم جدا ان انت تدي فرصه للناس انها تبدع او تخرج ما عندها. وانا بتكلم على المستوى الشخصي، النجاح مصطفى فهمي ياتي في الاساس الى شخصيته هو، مش بس الامور المحيطه بيه، لا بالعكس هو اثر فيما هو محيط بيه يعني. الامور ما كانتش بتساعده زي ما الناس متخيله، بالعكس عيسى في اوقات كتير جدا ما كانش يعني بيديله المساحه الكافيه ان هو يتحرك فيها، ورغم كده نجح ان هو يظل في هذا المنصب طول المده القياسيه دي اللي يعني هتعتبر ذكرى في تاريخ الاتحاد. احنا وصلنا النهارده ان الكاف بيمر بمرحله جديده، يمكن بدانا نشوف مش بس ان مفيش رئيس او سكرتير عام حتى عربي موجود او مصري موجود تحديدا، لا ده احنا كمان بنشوف واحد لاول مره سكرتير عام اوروبي. ده في شك احنا حبنا للنادي الاهلي ده واقع ناس كتير جدا، ده حاجه نتشرف بيها ما ننكرهاش، لكن عمرها ما كان ليها ابدا تدخل في مصير انديه اخرى او تاثير بسلب على نادي اخر او يتاخد فيه حق نادي اخر، وده شيء نشهد به امام الله عز وجل. ونتمنى ان شاء الله ان يعني ان الكوره في مصر تكون في الفتره اللي جايه كمان افضل، والتاريخ هو اللي هيفصل في مثل هذه الامور يعني. الرساله اللي وجهها للمهندس مصطفى فهمي هي كلمه واحده بس يعني تصف العلاقه اللي بيني وبينه، وما اقدرش اقول لك غير حاجه واحده، اشكرك من صميم قلبي يعني.